تجب الجماعة بالصلوات الخمس المؤداة وتشترط للجمعة والعيدين. نعم، تجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، تجب. لكن للجمعة والعيد تشترط الجماعة، اللي هي قلنا 40 فما فوق طبعا هي، لكن تشترط. يعني لو خمسة بيصلون الجمعة نقول لا ما يصير تصلون الجمعة، خمسة كيف تصلون الجمعة؟ اثنان ما يصير. طيب خلاص يعني ما لا، تشترط الجماعة الجمعة. طيب ماذا نفعل؟ صلونها ظهر، صلونها ظهرا. وكذا الأمر بالنسبة للعيد. فالجماعة بالنسبة للجمعة والعيد شرط صحة، لكن بالنسبة للصلوات الخمس ليست شرط صحة. يعني لو صليت وحدك الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر تصح، تصح وعلى المذهب مع الإثم، لأنك تركت الجماعة إذا كان بدون عذر، يقول تصح مع الإثم لأنك تركت الجماعة. طيب الجمعة بعد بصليها بروحي مع الإثم، قل لا ما تصح الجمعة، ما تصح أصلا. وإذاك لا تصليها جمعة، تصليها ظهرا، صليها ظهرا، لأنه يشترط لها العدد، بينما صلاة الجماعة لا يشترط لها وإنما يجب لها. يفرق بين الواجب وبين الشرط. نعم.